معايا واحد من نجوم اللقاء، مش بس لقاء النهارده، ده الماتشات اللي فاتت كلها جدو، يعني اسباب التالق الفتره الاخيره حتى وان كنت ما بتشاركش من البدايه. لا طبعا احنا كلنا في فيلم للفريق، اهم حاجه طبعا النادي الاهلي يكسب سواء شاركت او ما شاركتش، بس الواحد يتمنى طبعا لما يكون ليه دور ويلعب وقت اكتر، اكيد طبعا ده بيبين اكتر امكانياته وبيظهر في الملعب. يعني بصراحه عروض الاحتراف والكلام اللي كان بيتكلمه على احتراف جدو، هل لسه جدو بيفكر في الاحتراف والعلاقه ما بينك وبين مستر مانويل؟ لا العلاقه بيني وبين مستر مانويل العلاقه جيده جدا من اول ما جه الراجل، بصراحه يعني العلاقه بيننا كويسه جدا. انا ما اعرفش المشاكل اللي بتظهر في الاعلام دي الناس بتجيبها منين، لكن ما فيش اي حاجه والحمد لله انا مستقر ومبسوط في النادي الاهلي، ولحد دلوقتي ما فيش حروب خالص، الكلام ده كله انا بسمعه من الجرايد بس. تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي بيستقبلك استقبال على اعلى مستوى وبالاسم جده، سواء قبل اللقاء بعد احراز الهدف وكمان بعد نهايه اللقاء؟ لا طبعا جمهور الاهلي هو كلمه السر في النادي الاهلي دايما، عبر التاريخ طبعا جمهور الاهلي هو العامل رقم واحد في ان احنا بنكسب، وبشكرهم طبعا من غيرهم المكسب ده. واحب اقول بس حاجه للمعلق اللي هو بدم خفيف بتاع القفشات ده، بس يخف علينا شويه عشان خلاص بدانا نزعل منه بصراحه يعني، فيهدى شويه علينا وعلى النادي الاهلي ويعلق بس، ما يقعدش يتكلم في حاجه ويعرف يقول اسامي اللعيبه كويس بس. اخيرا جده والمنتخب، شايف فرصتك اللي جايه ازاي مع المنتخب؟ لا انا حاليا مركز مع النادي وده اهم حاجه عندي، وبعد كده المنتخب هيجي مع التعلق مع النادي ان شاء الله.